صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الجمع بين القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله بأن النوافل المطلقة لا ينبغي المداومة عليها حتى لا تلتحق بالرواتب، وبينما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نوافل علق الفضل على المداومة عليها وهي ليست راتبة، مثل قول وبينما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نوافل علق الفضل على المداومة عليها وهي ليست راتبة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. هذه مخصصة، ما نص الرسول صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليه إنه مخصص من النهي عن المداومة. نعم.